يقول السائل: شخص فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، كيف يكمل الصلاة؟ نعم، يعتبر التكبيرة التي أدركها مع الإمام هي الأولى ويكمل مع الإمام، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات مثل المسبوق في صلاة الفريضة والنافلة. ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما فاته يقضيه بعد، أو يكمله، ما فاته يتمه بعد سلام الإمام. نعم.